يا نهار عباس، مرحبا بكم. انا الاستاذ الكبير سي محمد بن علي، مرحبا بك ومرحبا عندكم في مهرجان مدينة مكناس. الله يبارك فيك، شكرا للاراء بريس اللي فتحت هاد النافذة للجمهور باش يطلعوا على مجموعة من الأنشطة الثقافية اللي تطرش في مدينة مكناس، واللي من بينها مهرجان دراما تلفزيونية اللي عرف واحد القفزة نوعية في الدورة السابعة ديالو، بحيث عرف يعني مشاركة ديال دول اللي ما كانش سبق لها شركات مثل كندا يعني فرنسا، ولا ناس قلع شركات. وكيف تشوفوا يعني أمس الحفل ديال الافتتاح، يعني كان حفل بهيج، جاء واحد الجمهور كبير، وهذا إلا تيدل على شي حاجات، يدل على أن هذا المهرجان يعني تقريبا عوض ذاك المهرجان اللي ضاع من مدينة مكناس، اللي هو مهرجان المسرح، وجات تعوضوا بواحد القوة كبيرة، بحيث انتم تشوفوا الشباب اللي تيجيو يتابعوا هذا المهرجان، لا من خلال العروض اللي تتقدم، ولا من خلال ان الدول اللي تقامت صباح اليوم يعني اللي حجوا لها واحد المجموعة كبيرة ديال الناس. وان دل هذا على شيء، فانما تدل على النجاح الباهر اللي عرفوا هذا المهرجان، وخير دليل هو الرعاية السامية اللي تتقدم لهذا المهرجان يا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا، واستغل الفرصة ونسولك عن الثقافة في مدينة مكناس، شنو رأيك فيها؟ الثقافة في مدينة مكناس يعني مقارنة مع مدن أخرى يعني هي ثقافة رصينة ب ب ب ب ب كل ما في الكلمة من معنى، بحيث أن هذا الشيء ماشي تنقوله هنا، إنما هو شهادات ديال الناس اللي تتبعوا الشأن الثقافي في المغرب، وتشوفوا يعني بالنسبة لنا حنا يعني إذا شفنا غير العدد ديال المهرجانات اللي هي كاينة مدينة مكناس، كاين هذا مهرجان الدراما التلفزيونية، مهرجان مدينة مكناس اللي تنظموا المجلس، مهرجان سيدي عبد الرحمن المجدوب اللي تعرف هذه السنة هذه الدورة الرابعة ديالو، واللي عنده واحد الصدى كبير ماشي في المغرب إنما خارج أرض الوطن، ومهرجانات أخرى مثل مهرجان سينما الشباب وغيرها. يعني مدينة مكناس فيها واحد الطفرة ثقافية خص غير الإعلام يواكبها، وخص الإعلام الرسمي بالخصوص، لأن الإعلام الرسمي ما تيواكبش هاد التظاهرات اللي كاينة في مدينة مكناس، باستثناء مثلا هذا المهرجان هذا اللي عندنا ديال الدراما التلفزيونية، لأن الإعلام الرسمي كشريك فيه. المهرجانات الأخرى تتبقى تدوز يعني في واحد المستوى عالي، ولكن الإعلام ما تيواكبهاش. شكرا. العفو، وشكرا لكم تنتوما. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.